خيبة أمل كبيرة أصابت العماني بركات الحارث بعد سباق 100 متر وحلوله في المركز الثاني، لكن الإعلان عن فوزه قلب حاله تماما. سباق كان جيد جدا، كان في منافسين مثل القطر والمغربي، بس الحمد لله كان فرق بيننا بسيط والحمد لله تغلبت عليه بشعرة مثل ما يقولون. بالعودة إلى السباق وإلى صور الفيديو، تم إسناد الميدالية الذهبية إلى القطري في ميسون أوغونودي. الميدالية القطرية الثانية أحرزها أبو بكر علي كمال عن سباق 3000 متر، فيما حصل الكويتي علي الزنكاوي على ذهبية رمي المطرقة. لدى السيدات تسبب التوتر والشد العصبي في فشل أول 3 محاولات لانطلاق سباق 100 متر، مما أدى إلى استبعاد 3 متسابقات، وفازت العراقية دانا حسين بالذهبية. السباق بدا كان شوية وتر من الأعصاب بسبب الفاولات والحكم شوية خطأ بالإطلاق، بس الحمد لله وشكر قدرت أثبت بجدارة وجبت الذهبية وقدرت أرفع اسم بلدي وأرفع العلم العراقي في هذا المحفل الرائع في بلدنا الثاني قطر. في سباق 100 متر حواجز أحرزت المغربية لميا الهذابي ذهبية السباق، تماما مثل البحرينية جيمزيبي شومي الفائزة بسباق 1500 متر، وأحرزت مواطنتها تيجيتو دابا ذهبية سباق 10000 متر. وفي رمي المطرقة تحصلت التونسية سارة بن سعد على الميدالية الذهبية. تبدو منافسات ألعاب القوى واعدة منذ يومها الأول، وهي تؤذن بتواصل التشويق على امتداد الأيام القادمة. من ساد خليفة، رمزي دوس، الجزيرة، الدوحة.